السلام عليكم من جديد اخواني، يبدو انني لن انتهي من هجوم العمالقة في هذه اللعبة، لان هناك الكثير من الخيارات وطرق الهجوم بالعمالقة. يبدو ان المحتوى سوف يكون كله، ربما سانهي حلقة هجوم العمالقة في هذا الفيديو. بتمنى من الذي لم يشترك في قناتي أن يشترك. يبدو أن العمالقة سوف يتعادلون هذه المرة. اليوم سوف أبدأ الجزء الثالث من هجوم العمالقة في لعبة التي أعتبرها تابز للموبايل حاليا، لأن لعبة تابز لم تصدر، ربما لن تصدر أبدا للموبايل. لدينا فاز، الفريق الأزرق لقد فاز في هذه المعركة. إذن سوف أبدأ اليوم اختبار العمالقة ضد العمالقة. صراحة هذه اللعبة الوحيدة التي تشبه التابز على الموبايل، واللعبة هاي أدمنتها يعني. الآن سوف نبدأ الهجوم بالعمالقة أصحاب المطرقة ضد العمالقة العاديين، لنرى من سيفوز. صراحة يعني اللعبة هاي يعني كتير كتير حلوة. للي بده تابز على الموبايل، هاي الوحيدة اللي تشبه لعبة تابز، ما تبقى كلها ألعاب خايسة. اللعبة هاي وفي إلها جزء ثاني كمان. بدأ الهجوم، ربما العمالقة أصحاب المطرقة سوف يفوزون، لأن دمجهم أقوى من دمج العمالقة العاديين. لا لا لا، سوف ينتصر العمالقة العاديين على العمالقة أصحاب المطرقة. جيد، الآن سوف أضع المزيد من العمالقة أصحاب المطرقة ضد العمالقة العاديين، لنرى من سيفوز هذه المرة. مسلسل هجوم العمالقة من أكثر المسلسلات الرائعة التي أنتجت في التاريخ، فأنا أحببت ذلك المسلسل وإلى الآن أنا أتابعه. فمن يريد أن يجرب هجوم العمالقة يقوم بتحميل هذه اللعبة، سوف أضع رابط التحميل في أول تعليق، سوف تجدونه في أول تعليق. هذه المرة لقد انتصر العملاق صاحب لا، ربما لم ينتصر، سوف ينتصر. لقد انتصرت العمالقة أصحاب المطرقة هذه المرة. الفوز سوف يكون للعمالقة أصحاب المطرقة. إن هذا العملاق شجاع، إنه يقاوم. لقد انتصر ولو بفارق صغير أيضا. سوف أقوم بإلغاء العمالقة وسوف أهجم عليهم هذه المرة. أهجم عليهم برامين القنابل، لنرى هل سينتصر رامين القنابل، رمات القنابل على العمالقة. نشاهد أخواني، هذه اللعبة يعني فيها الكثير، يعني هي مصممة يعني لعبة استراتيجية، يمكنك أن فيها الكثير من الخيارات. إذا استمريت بالشرح عن العمالقة ربما لم أنتهي ب10 سنين، لأن فيها الكثير من الخيارات. هل سينتصر رماة القنابل؟ لا، لن ينتصروا، إن هؤلاء العمالقة مدرعون. إذن انتصر العمالقة على رماة القنابل. نقوم بوضع سوف أضع أصحاب الM16، أصحاب البنادق، أمام رماة القنابل. جيش كامل ضد العمالقة، وهذه اللعبة يعني قريبة إلى الواقع، يعني مدروسة يعني ومتعوب عليها كثيرا، فهم يعني عملوها مثل الواقع يعني.
ان العمالقة خرافيين، بس ان هيك يتوقعوا يعني قوة العمالقة. هل سينتصر العمالقة ام سينتصر الجنود؟ لنرى، سوف ينتصر الجنود هذه المرة. هذه المرة تخيل ان العمالقة موجودون ونحن عندنا لدينا هذه التقنية، إذن سوف ننتصر على العمالقة. لو أن العمالقة موجودون في الواقع سوف ننتصر عليهم، لأن لدينا أسلحة متطورة. سوف أبدل الأسلحة الحديثة بالأسلحة القديمة لنرى هل سينتصر. الذين كانوا في العصر القديم سوف ينتصرون على العمالقة. لو أن العمالقة كانوا موجودون في العصر القديم لنرى لنشاهد. سوف أضع أيضا الفرسان، سوف أضع الفرسان ولنرى هل سينتصروا على العمالقة. مع هذه التكنولوجيا ربما يعني هناك احتمال 99% لو أن العمالقة هجموا علينا في هذا الزمن هذا أننا سننتصر، لأن لدينا تكنولوجيا متطورة. لنرى ماذا سيحدث في العصر القديم إن هجم عليهم العمالقة. يا إلهي الحمد لله، الحمد لله أنه لم يكن هناك وجود للعمالقة، لأنهم سوف يبيدون البشرية عن بكرة أبيها وسنكون عرقا منقرض. الحمد لله أنه لا يوجد عمالقة، لكنا انقرضنا مثل ما انقرضت الديناصورات. لنرى هذه المرة هل سينتصر أسلافنا في العهد القديم على العمالقة. من سابع المستحيلات أنهم سينتصروا على العمالقة، ولو استخدموا 1,000,000 فارس أيضا. إذا حبايبي هذه كانت الحلقة لليوم، إذا أردتم أن أكمل لكم سلسلة هجوم العمالقة في لعبة إيبك باتل سيموليتر، لعبة بديلة تابز على الموبايل، اكتبوا لي بالتعليق. بتمنى لكم أوقات سعيدة، كان معكم أخوكم محترف جيمر، والسلام عليكم.